السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما انتم شايفين عندنا اليوم ان شاء الله كبسة دجاج محمرة، وبنسوي معها إدام الخضار في الفخارية هذه. اول ما راح نبدا بالصينيه الخضار. قطع الخضار بالطريقه هذه، كل على حسب ذوقه، وراح نبدا في صينيه الفخار لانها تاخذ وقت في الفرن. توكلنا. راح نبدا اول شيء بزيت الزيتون، نحط شويه زيت زيتون بالطريقه هذه، ونبدا نصف الخضار في الفخاريه كل على حسب رغبته. توكلنا. بعد ما حطينا الخضار في الفخاريه بحط عليها من بهارات هذه اللي هي بهارات زمان. راح ابدا انزل عليها بالطريقه هذه واحط عليها الخضار. باقي عندنا اللي هو عصير الطماط، طماط عادي، راح انزل عليه شوية عصير بالطريقة هذه. بعد ما كشنا البصل والطماط حطينا الدجاج، ونبدأ نبهر من بهارات الكبسة هذه. نحط منها ملعقتين او ملعقة ونص تكفي، هذه ملعقة تكفي، ملعقة هذه شوي زيادة. وراح احط برضو من بهارات الشطه هذه، فلفل مجروش برضو، هذا كافي. نحط عليها مويه ونضغطها لمده ربع ساعه. توكلنا. بعد ما حطينا البهارات المطحونه والفلفل والشطه والملح، باقي عندنا البهارات الصحيحه هذه من احد منتجات برضو سمبوكي، بهارات جميله جدا. بنحطها مع المرقه هنا، خليها هنا وخليها تطبخ علشان نفتك من حب البهارات هذا، بعدين مع الرز. انتهينا من الدجاج الحين وصفينا المرقة حقته. نبدأ نصبها على الرز هذا، عنبر منقوع. معلومة أخيرة اللي يسألون عن هذه، هذه مختومة بالليزر بالطريقة هذه، ومن نفس برضو السنبوبي. توكل على الله نكمل الباقي. كده خلصنا من الفخارية، باقي آخر حركة بنسويها وهي بالخبز بالطريقة هذه. نقفلها ونرجعها الفرن مرة ثانية. انتهينا من كبستنا والحمد لله، خليناها بالنتيجة هذه. طبعا برضو ما ننسى من الفخارية حقتنا بعد ما دخلناها في الفرن وحطينا طبقة العجين اللي فوق. بالعافية للجميع.